ايوه مش عارف ازاي. لا تحل ازاي يا كابتن؟ لا معلش، ما انا محتاج اعرف، انا دلوقتي كنادي اهلي شاري لاعبين بكل لاعب بثمن قد كده علشان اكسب البطوله الافريقيه، وعلشان طبعا اروح العب في كاس العالم للانديه، وبعد واشرف افريقيا في كاس العالم، ولو انا وصلت اقصى حاجه وصلت لها ثالث العالم، انا عايز المره الجايه او كاس العالم اللي جاي ان انا انظر لحاجه افضل لو كان في استطاعتي. وبالتالي انا بادعم لاعبتي وبادعم الفريق بتاعي وبدفع فلوس قد كده علشان مسابقه زي دي، وفي الاخر تيجي تقول لي لا انت يروح منك 10 او 11 واحد، انا مش فاهمها لو كابتن. خدناها، لو خدناها بالنسبه للتسويقيا حتى تسويقيا، يعني كاس العالم للانديه اللي فاتت لما كانت في قطر وكان فيها بايرن ميونخ، يعني المباراه الثالث والرابع اتلعبت في نفس الملعب اللي هيتعبي عليه الاول والثاني، مظبوط؟ مظبوط. الحضور الجماهيري اللي كان مثلا موجود في الثالث والرابع من النادي الاهلي بالمرات هو نفس الحضور الجماهيري اللي كمل المباراه بتاعت المباراه النهائيه اللي كانت مع، هو اللي عمل المنظر في المباراه النهائيه، هو اللي عمل ده. انت لمست كمان كاتحاد دولي يعني القوة الجماهيريه اللي كانت موجوده والعدد الجماهير اللي كان موجود في فتره كان محدد فيها الاستاد. النهارده منتخب مصر وهو بيلعب في قطر يا اسلام، شوف الساحه الجماهيريه بتبقى عامله ازاي. مظبوط. مباراه الاردن تقريبا كانت 40,000، 40,000 لو انت بتتكلم على التواجد الجماهيري للنادي الاهلي، فهيبقى في البطوله دي كبير جدا جدا جدا. فانت كمان يعني حتى بتحرم فرقه من القوة المميزة بالنسبة لها بعدد حضور جماهيري هو الأعلى، مع احترام لكل الأندية طبعا، يعني مع احترام لكل الأندية طبعا المشاركة في البطولة، لكن هو القوة الجماهيرية الأعلى. الحاجة الأهم من ده، هو أنا مش من حقي كنادي وأنا بلعب بطولات ممكن تزود من الموارد اللي عندي، مفيش غير بطولتين هما اللي بيزودوا الموارد بشكل يعني دوري ضخم أبطال أفريقيا وكأس العالم. بس هم دول اللي بيدوا يعني لك فلوس تقدر تمشي بيها السنه اللي بعديها. انت حتى بتحرمني شويه، يعني انا بتتعاقد مع مع لعيبه طبعا عشان الامور التسويقيه بتعلى، تعرف في السوق بيعلى، البث عندك بيعلى، التسويق عندك كاسم نادي بيعلى، بطولاتك سواء كانت محليه او قاريه، لكن انا بتكلم على اللي بيدخل لك بشكل سريع، يعني دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه، فانت حتى ده ما بتبصلوش اصلا، ما غريبه جدا، بتبصلوش بشكل كبير. طب حلها ازاي يعني؟ انا بالظبط انا عايز اعرف، هل النادي الاهلي في دماغه حل يا كابتن سيد؟ انا الحقيقه انا حاجه غريبه جدا ان انا تحط لي وتقول لي حل، تحط لي المشكله وتقول لي حل، احل ازاي يا جماعه؟ لحد دلوقتي ما حدش كلمك حتى، يعني اولا ما جاتليش معلومه خالص ان حد يتكلم معانا وقال لي طب تعالوا هنحل الموضوع ده ازاي، وكان انت لوحدك يعني عايز تحله حله، ما تحلوش ما تحلوش، عايز تطنش طنش، يعني ما فيش تواصل. اقصد ممكن يا كابتن يبقى في بسياسه الامر الواقع مثلا ان هو ده اللي موجود، ويعني مش هنرد بقى وهي الدنيا كده. بص يا اسلام، لو انت اشتغلت بالشكل ده الكل هيبقى خسران، الكل هيبقى خسران، لان انت انا فهمتك كويس قوي وعرفتك كويس قوي، فخلاص بقى انا هتعامل معاك بنفس المبدا دايما. يعني هتعامل معاك بنفس المبدا دايما. بس هو اللي في ايديه الموضوع يا كابتن، يعني الاتحاد المصري، يعني هل الاتحاد المصري ما ردش على النادي الاهلي لغايه دلوقتي في كل الجوابات اللي انا ما عنديش معلومه خالص؟ لا، وانا معلومة. اللي انا عارفه ان لا ما ردش، يعني ما عنديش خالص. فانت لو يعني بتتكلم برضه غريبه بالشكل جدا. ده، لو بتتكلم بالشكل ده في اللي جاي يا اسلام، اللي جاي يعني انا عندنا المعلومه باينه بقى لها اكتر من 15 20 يوم، مظبوط؟ ده ما كانش اكتر من كده كمان. ماشي، لان لو قلت تصريح انا سيد عبد الحفيظ، لو قلت تصريح على كابتن عصام عبد الفتاح ولا كابتن محمد يا الحارث ولا نهار حاجه، ابيض، يا تاني يوم نهار ابيض، تاني يوم الدنيا بتتهد. لا مش تاني يوم، ده بعدها بخمس حاجه زي بدقيقة. دي، حاجه زي دي بالشكل ده، بالشكل المعتاد ده، بالجوابات اللي بعتناها دي، بالموقف بتاع الاتحاد الدولي ده، بالموقف بتاع الاتحاد الافريقي ده، محدش قال لنا انتوا بتقولوا ايه ولا بتروحوا ايه ولا بتعملوا ايه ولا هتفكروا ازاي ولا هنبدا نتعامل ازاي ولا الطريقه في التعامل هتبقى عامله ازاي ولا المساعده هتبقى عامله ازاي ولا انتوا عايزين ايه ولا الخطوات اللي ممكن ناخدها مع بعض ايه، حتى لو ما كملتش، حتى لو ما نجحتش، حتى لو ما نجحتش. لا انت عارف يا كابتن سيد، لو في خطوات او لو في حد ابتدى، ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتتفاهم بعض الامور كنادي اهلي، يعني هيتفاهم والناحيه الثانيه هيتفاهموا، وفي الاخر قد نصل الى حل يتيح للنادي الاهلي ان هو يلعب بكل لعيبته، ويتيح لمنتخب مصر ان شاء الله لو وصلنا للنهائي او منتخب تونس او كذا او كذا، ان احنا نلعب ان هو يلعب بلعيبته.